يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض من يفسر القرآن في قول الله تعالى حكاية يقول عن إبراهيم: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول قال بعض من يفسر القرآن في قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا ما هو إبراهيم، هذا أيوب، هذا أيوب الذي قال هذا وهو يدعو ربه، هذا من دعاء الله والتضرع إليه والتوسل إليه بحالته ومرضه، هذا أمر جائز لا بأس به. نعم. قال هذا المفسر يقول: هذا كقول القائل علمك بحالي أغنى عن سؤالي، فهل هذا تفسير صحيح؟ هذا كذاب، ليس معنى الآية كذا، إنما معناها الدعاء. أيوب عليه السلام دعا ربه وتوسل إليه بحاله ومرضه، وتوسل إلى الله برحمته وصفة من صفاته، هذا دعاء. كيف يقول هذا ما هو الدعاء؟ هذا دعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الذين يرقون الناس يستخدمون كان أيوب سكت، لو كان على قول هذا السائل كان أيوب سكت وقال علمه بحالي يكفي عن سؤالي، ولم يقل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب سأل ربه، نعم، تضرع إليه. نعم.